الان تاع النخله تاع شهر مارس وتاع افريل وتاع ماي. يقولوا طلعت مارس عرايس وطلعت افريل خير وخير وطلعت مايو وين جايو يعني رطار. والمعنى تاعها طلعت مارس عرايس يعني حاجه زينه وطلعت يعني طلعت النخله اللي هي تاع العرجون كما تاع يخرج العرجون. ايوه يعني في تتطلب تلقيح يعني نقولوا في ابريل في فيبري مش ملح تبلس. ايوه حتى الدكوار ما يحكمش بها. ايوه ومارس ملحة وابريل احسن ما يروطار ما بغاش سما افضل تلقيح تقريبا في شهر افريل كيما ويتجنبوا اليوم اللي يكون فيه رياح ولا والله لا حسب بال تعود ريح قوي تجنبوا لكن كاين وقت تعود غابه كبيره ونخلي حياتك تلقى في اي وقت يعني حسب ربما ارتفاع النخيل يعني كاين خل عالي وكاين نخل عالي وبين بعضها ما تقدرش حتى تطلع كيما نخلت انا تاع الحريه كل نخلي حتى في الريح تلقح معليش. وعندنا نخلات كبار كما قلنا نخله بنت الارض ما نلعكوهاش تلقح من الذكور اللي حداها على 10 ل 100 متر والريحه ونهار هكا ونهار هكا تلقح روحها بلا ما نلعكوها. بارك الله فيك الحاج. بارك الله فيك.